أنا من أصحاب المبدأ مش الانتقام، لأنه بالنتيجة إنه أنا بضل بكرر، إذا حدا جابولي اللي ارتكب هيدي الجريمة بحقي، حط المتفجرة ناطرني كل النهار لأرجع من مرشربيل لا يكبس على الزر ويفجر المتفجرة اللي حاطينها تحت مقعد سيارتي. إذا إجوا قالوا لي بدنا انتقاما لإليك، العين بالعين والسن بالسن، بدنا نقطع له إيده وإجره ونكسر له سلسلة ظهره ونحرق له جسمه مثل ما عملوا فيي، أنا بيوصل لي حقي؟ لا، مني من هالنفسية. ولكن بالنسبة لإلي على القليل ينعرف إنه هيدول هن القتلة، هيدول هن اللي ارتكبوا الجريمة. يعني الإفلات من العقاب ليس للانتقام، وإنما عندما يعرف القاتل بيتربى غيره إنه مش كل شيء بيرتكبوه بيمرق مرور الكرام، وما بيقدروا يرجعوا يستسهلوا إراقة دم غيره من الصحفيين أو الضحايا. هي الأساس أنه بالإصبع نقدر ندل أنه هؤلاء هم الذين ارتكبوا، ومن الآن فصاعدا لن تمر الجرائم من دون عقاب، لأنه منطق الإمبيونيتي يلي هو الإمبيونيتي، هذه أبشع شغلة يلي بيواجهها الضحايا، أنه ترتكب الجرائم وبكفوا الطريق وبيرجعوا بيرتكبوا غيرها وبتكفي السلسلة وما في حدا بيقدر يقطع السلسلة. ولكن دور الإعلام هو إبقاء الضوء مسلطا على كل هذه القضايا، لأنه إذا ما تضمن الإعلام مع بعضه ما حدا بيتضامن معه. مشان هيك أهم شيء الصحفيين هن يتضامنوا مع بعضهم ويلقوا الضوء على القضايا المتعلقة، لأنه أكلت يوم أكل الدب الأبيض، بالآخر ما بيحك لك جلدك إلا ضفرك. وطالما الإعلام في والمجتمع المدني عندنا هالحلقة التواصل بين بعضنا، بضل في ضوء ملقى على هذه القضايا وما بتروح طي النسيان.